من متابع من المتابعين اللي مشخص في حالة الـ MS أو التصلب اللويحي وشاكك إنه في عنده هجمة من الانزلاق الغضروفي وأعراض الانزلاق الغضروفي. شو أعراض التصلب اللويحي وشو أعراض الانزلاق الغضروفي وكيف نفرق بينهم وكيف نتعامل مع هجمة الانزلاق الغضروفي؟ التصلب اللويحي مرض مناعي من تهاجم فيه جهاز المناعة الذاتية الأعصاب والجهاز العصبي المركزي اللي هو النخاع الشوكي والدماغ وتعمل على تحطيم طبقة الميلين المحيطة بالأعصاب. بنتج عن هذه التغيرات في داخل الأعصاب أعراض مختلفة. أول شيء بنأخذها في الأعراض اللي بتيجي من الأعصاب القحفية الدماغية اللي هي 12 العصب بيغطوا منطقة الوجه لمنطقة الرقبة. أول الأعراض بتيجي ضعف في النظر، ازدواجية في النظر، غباش في العينين، تراقص في بؤبع العين بسبب ممكن خلل في المخيخ أو في التوصيلات العصبية مع المخيخ. ثاني أعراض بيجي موضوع الكلام والحكي والنطق. بعض الأحيان في مع وجود الهجمات بنلاحظ صعوبة في إخراج الحروف. رابع أعراض تانية بتيجي على شكل اضطرابات ورعشة غير إرادية في عضلات الوجه، العضلات التعبيرية، يعني الاهتزازات هذه والرعشة موجودة وبكثرة عند المالتيبل سكليروسيس أو الـ MS. لما يكون العصب فاقد أو الغشاء المحيط فيه ضعيف، في هاي الحالة التوصيلات العصبية وسرعتها بين الدماغ وبين الأعصاب بغض النظر وين هي بتكون ضعيفة ومختلة وفيها اضطرابات، وهذا بنتج عنه هاي الأعراض. الأعراض الثانية اللي هي أعراض خاصة في الجهاز الهضمي والأعصاب اللي بتخرج من المنطقة الصدرية من النخاع الشوكي وهي أعصاب سمبثاوية، يعني أعصاب جهاز عصبي لا إرادي وبتغذي الرئتين، بتغذي القلب، بتغذي الكولون والمثاني وفتحة الشرج. ففي هاي الحالة إذا صار اضطراب في هاي الأعراض ممكن يصير عندنا أعراض الكولون العصبي، أعراض اضطرابات وعدم السيطرة على التحكم في البول أو البراز، عدم التحكم في حركة المثاني، يعني إذا بدي أروح على الحمام لازم أروح على الحمام ما بقدر أثبت وأتحمل. هلا الأعراض للأعصاب الطرفية، الأعصاب الطرفية اللي هي الأعصاب اللي بتأذي الأطراف سواء الإيدين أو الرجلين، زي الأعصاب اللي بتنزل على الإيدين أو الأعصاب زي عرق النسا اللي بينزلوا على الرجلين. إذا صار فيها الهجمة بتاعت الـ MS في هاي الحالة حيسبب ضعف كبير في حركة عضلات الإيدين الثنتين. المالتيبل سكليروسيس بيكون يمين شمال يمين شمال، يعني ما في جهة واحدة، ممكن تكون جهة أكثر من جهة تانية سواء اليمين أو الشمال، بس الأطراف كلهم معرضين. فضعف العضلة، اهتزازات في العضلات، التنميل والخضران اللي موجود في الأطراف سواء في الإيدين أو في الرجلين مع امتداد هذه الأعصاب، يعني بيبلش من الرقبة وبيضل نازل على الإيدين، نفس أعراض الانزلاقات الغضروفية. هلا حنحكي على الانزلاقات وشو الفرق. ومن أكثر الأعراض اللي بواجهوها مرضى الـ MS غير الضعف العضلي والألام والاهتزازات والانقباضات والتشنجات الليلية في العضلات اللي هو التعب، موضوع التعب المزمن، الإرهاق اللي بدون سبب يأتي فجأة ويذهب فجأة، التعب والإرهاق اللي بمنعنا أو بحدد من حركتنا بشكل كبير، هذا هو من أهم الأعراض وأصعبها اللي بتكون موجودة، يعني أصعب لسه من الألم إني ما أقدر أتحرك. في هاي الحالة هيكون عندنا الأعراض المشابهة في أعراض الديسك أو الانزلاق الغضروفي سواء في الرقبة أو في أسفل الظهر، من أعراض بتتفرع من الرقبة للإيدين. إذا كيف بدي أفرق؟ والانزلاقات الغضروفية إذا صار في ضغط على العصب نفس الشيء، هتعمل
آلام مع امتداد الأعصاب وحتعمل تنميل وخضران ونفس الأعراض. إذا صارت عندي في عندي انزلاق غضروفي في الحالة، أول شغلة بيجي على جهة واحدة، يعني يا بتضغط على العصب الانزلاق اليمين أو العصب اللي متجه في اتجاه الشمال، يا الإجر اليمين يا الإجر الشمال. تاني شيء أعراض الديسك أو الانزلاق الغضروفي بتختلف مع حركة الرقبة أو حركة أسفل الظهر، يعني لما نحرك حالنا في العمود الفقري الأعراض هذه بتختلف، سواء إذا كانت إجري اللي هي بتوجعني وفيها التنميل وفيها الخضران وإجر واحد فقط مش إجرتين أو الإجرتين، وبتتأكد إنه هل هو جاي هاي الأعراض من الانزلاق الغضروفي، إذا ما علي إلا أعمل حركات في العمود الفقري، يعني أوقف أحني حالي للخلف 10 مرات، أحني حالي للأمام 10 مرات، أحني رقبتي للأعلى لليمين للشمال. إذا كانت الألام في إيدي، إذا كانت في إجري، بعمل حركات الظهر للأمام وللخلف، هاي الحركات 10 تكرارات 10 تكرارات. إذا ما غيرت إشي في الأعراض اللي بشعر فيها، الألام ما خفت اللي موجودة في إجري، ولا أي ممكن زادت شوية ممكن خفت شوية، بس ما في تأثير قبل التمرين أو بعد التمرين، يعني بعد ما خلصت 10 مرات أو 20 حركة نفس الوضع زي ما كان، يعني لا التنميل اختلف ولا الخضران اختلف ولا الألام ولا موقعها اختلف نتيجة الحركات. إذا ابعدوا موضوع الديسك عن الموضوع، أكيد مش انزلاق غضروفي. نفس الشيء الرقبي، بحمي رقبتي 10 مرات، بلف حالي 10 مرات 10 مرات كل جهة لفوق 10 مرات. إذا ما في تغير في الأعراض اللي بإيدي، تنميل خضران ألام ما طلعت ما نزلت الألام على الرقبة أو من الرقبة لتحت للإيدين، في الحالة ما إله دخل الانزلاق الغضروفي ولا في انزلاق غضروفي في الموضوع، الموضوع عصبي وفي العصب، ولا في حركة لا يمين ولا شمال حتغير الأعراض، إذا الموضوع MS مش ديسك. الديسك لازم الأعراض أو الانزلاق الغضروفي تتغير مع عملية الحركة والتمارين. طبعا علاج إذا في عندي انزلاق في أسفل الظهر، علاجاته معروفة. أول شيء في العلاج اللي هو موضوع اني اصحح القامة تاعتي وبلش اعمل في التمارين. اول التمارين العلاجية اللي بدي اسويها في حالة الانزلاق الغضروفي هنا للخلف، ببلش افضل واريح في وضعية النوم على البطن، احط ايدي على المنطقة الصدرية وبصير اظلني اعمل هاي الحركات كل ساعة، اعمل لي 10 ل20 حركة وارفع حالي لفوق، بعدين وانا واقف اظلني اعمل الحركة هذه كل ساعة 10-15 مرة، اللي عيد اصطفاف الغضروف المنزلق وثبته في وضعيته الطبيعية، بحيث احرر الاعصاب، احرر العصب الوركي اذا كان في اسفل الظهر. ولازم التكرار الحركات هذه يكون كل ساعة كل ساعة كل ساعة كل ساعة لمدة اسبوع اسبوعين، اللي اضمن انه يصير في عندي عملية التئام مكان الانزلاق. الراحة طبعا، الراحة يعني ما احمل، ما امشي كثير، ما اتحرك كثير، ما اعمل حركات الالتواء. الراحة لازم احط مشد يمسك الظهر ويمسك ظهري والعمود الفقري بشكل قوي، اتجنب الكعاد الطويل، الوقفة الطويلة، احاول هالاسبوع اسبوعين التزم في هذه التعليمات بدون ما اخذ اي مسكنات. انزلاق غضروفي ممنوع تاخذوا اي نوع من المسكنات، خلوا الالم موجود وسيطروا على الالم بحركات علاجية اللي تخفف الضغط عن العصب، ففي هالحالة الالم لحاله بروح. اذا بتقتلوا الالم انتوا في هالحالة بتزيدوا الانزلاق وبتقتلوا المنبه اللي بنبهنا انه في شغلة غلط، حركتنا غلط، اعدل حركتي اعدل وضعيتي. انزلاق معناته شيء حساس، يعني شيء طالع من محله وما بنعرف وانت حيطلع وانت حيرجع. الشغلة الوحيدة اللي حتعرفنا انه الانزلاق خارج اللي هي الالم وزيادة الالم. اذا انا ما بشعر في الالم فبصير احني، بصير احمل، بصير اخذ وضعيات سيئة بسبب اني اخذت ابرة كورتيزول، وهذا حيزيد الانزلاق.
بالنسبة للام اس اكثر المكملات اللي حتساعدهم اللي شايفينها وراي، بالنسبة للتعب المزمن والارهاق افضل مكمل طبيعي لانتاج الطاقة اللي هو الكورديسيبس مشروم، مشروم الكورديسيبس او فطر الكورديسيبس. بالنسبة للالتهابات اللي موجودة في الجهاز العصبي في عنا تشاغا مشروم، هذا الثاني اللي زي القهوة الخشبي، تشاغا مشروم اكبر مكمل التهابي لتخفيف الالتهابات ومضاد التهابي. والمكمل الثالث طبعا لمرضى الام اس اللي هو اللايون مين مشروم، مشروم عرف الاسد، فطر عرف الاسد اللي هو بالاساس مهمته الرئيسية انه حيساعد في عملية نمو هذه الطبقة العازلة المايلين شيت حوالين الأعصاب، واللي هو المشكلة كلها في هذه الطبقة. اللايون مين بيساعد على النمو، بيساعد على تركيب هذه المادة الكوليسترولية الشحمية اللي ما بتسمح للتوصيلات العصبية انها تخرج برا العصب، فبتظلها محصورة داخل الأعصاب، وطبقة المايلين بتشكل يعني نسبة عالية من الخلايا العصبية ومن الدماغ والكتلة العصبية، يعني فوق 40-50% ممكن من جهازنا العصبي كله طبقات مايلين محاطة في الأعصاب وفي النخاع الشوكي وفي الدماغ، كل شيء حماية، هاي طبقة الحماية. المهم اللايون مين إذا جمعناه مع الكورديسيبس، وإذا جمعنا الكورديسيبس مع التشاغا مشروم والتزمنا فيهم شهر شهرين، هذا حيعطي تغيير قوي وجيد لمرضى الام اس، هذا من ناحية مواد طبيعية غير طرق تانية علاجات تأهيلية وطبيعية لمرضى الام اس حنحكي عليها وعنها في المباشرات القادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على الاستماع، تحياتي لكم، انا الدكتور محمود السوس، خلصت الدكتوراه في العلاجات الطبيعية من 1999 ومتفرغ للبحث والنشر والتدوير على المعلومات اللي بتهمكم واللي بتساعدكم على عملية التعافي والتشافي الذاتي البيتي عندكم في بيوتكم، بس ناقصكم شوية معلومات، وإحنا وظيفتنا إن نعطي هالمعلومات هذه اللي نخفف قد ما نقدر من هالمعاناة اللي بيعانوها المرضى سواء الام اس أو آلام الديسكات. آلام الديسكات والانزلاقات الغضروفية مقدور عليها مشكلة موضعية، أعراض موضعية، أسبوعين ثلاثة نخلص منها، بس الام اس مرض مزمن، مرض عصبي، مرض مناعي، مرض بروجريسيف يعني بيظل يتطور مع الوقت، والعلاجات سواء الدوائيه او الطبيعيه محدوده ونتيجتها مش حسب ما بدنا ولا حسب ما بنتوقع، بس هذا اللي موجود وبدنا نضلنا نحاول ونضلنا واقفين على رجلينا ونكمل في حياتنا وما إلنا إلا الصبر. تحياتي.